تم في ختام عمان المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي تسليم جائزة التميز البرلماني لفئة رؤساء المجالس البرلمانية والممنوحة إلى معالي السيد أحمد بن إبراهيم المولى رئيس مجلس النواب، وذلك تقديرا لإسهامات معاليه النيابية وإنجازاته البرلمانية ودوره الفعال في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية وما تحقق لمجلس النواب في البحرين من تطور وتقدم في ظل رئاسته للمجلس على كافة المستويات التشريعية والرقابية والإدارية وما أطلقه من مبادرات ومشاريع وبرامج برلمانية رائدة. وبهذه المناسبة عرب معالي رئيس مجلس النواب عن تقديره للاتحاد البرلماني العربي ومقدما هذا الإنجاز إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى راعي المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، حيث يعد مجلس النواب ثمرة من ثمار هذا المشروع الرائد، وقد حظي على مدار مسيرة عمله بكامل الدعم والاهتمام بلاد جلالة الملك المفدى يده الله وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله، وهي رعاية التي شكلت أكبر ضمانة نحو تحقيق هذه الإنجازات، معتبرا أن هذا الإنجاز هو إنجاز لمملكة البحرين وشعبها، حيث يعزز من مكانة البحرين الديمقراطية والبرلمانية على المستوى العربي والدولي، ويشكل مسؤولية وطنية مضاعفة، سائلا المولى أن يوفق الجميع لخدمة البحرين.